مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. رئيس الوزراء يدشن مجمعا خيريا للأيتام. جيبوتي تنظم البطولة الإقليمية لتنس الطاولة. كوت ديفوار تسعى إلى تقليل اعتمادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتينيات الحيوانية والأسماك. أهلا بكم. استقبل معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد اليوم في مكتبه بالمجمع الوزاري الرئيس الجديد للجمعية الوطنية السيد الليتا محمد الليتا، والذي انتخب الأحد الماضي من قبل أعضاء البرلمان في أعقاب الاستحقاق التشريعي الذي شهدته البلاد في 24 من شهر فبراير الماضي. وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على السبل الكفيلة التي من شأنها أن تتيح تعاونا مثمرا بين السلطة التنفيذية والتشريعية. كما شكل اللقاء فرصة لبحث تعزيز دور البرلمان في دعم جهود الحكومة في سبيل تحقيق الأهداف التنمية المستدامة. ورافق الرئيس الجديد للبرلمان الجيبوتي إلى هذا اللقاء جميع أعضاء مكتبه، هم النائب الأول السيدة صفية علم جبريل. برعاية معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، نظمت جمعية السنابل الخيرية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع شرق أفريقيا بدولة الكويت صباح اليوم الخميس 9 مارس الجاري حفلة افتتاح المجمع الخيري التنموي للأيتام في مرحلته الأولى، وذلك في حي النسيب ببلدية بلبلة. وشارك في هذه المناسبة وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد محمود علي يوسف وسفير دولة الكويت في جيبوتي ورئيس جمعية سنابل الخيرية ورئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى. وحظي معالي رئيس الوزراء لدى وصوله إلى موقع الحف باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل رئيس الدبلوماسية الجيبوتية السيد محمود علي يوسف ورئيس الجمعية. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في دفع الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل تحسين الظروف المعيشية للأيتام، بقية تقديم لهم خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية. وتجر إشارة إلى أن الجمعية سنابل الخير الاجتماعية تقوم بكفالة نحو 717 يتيم ويتيمة في مجمل التراب الوطني. وخلال هذه المناسبة قامت الجمعية بتوزيع كفالة الأيتام لهذا العام. الخير التنموي، وهذا المشروع الذي بإذن الله عز وجل سيقدم خدمات ورعاية متنوعة للأيتام، نحن اليوم بصدد افتتاح مرحلته الأولى. وهذا المشروع بطبيعته وهو خاص برعاية وخدمات للأيتام، وهدف إنشائه أن أيتام المكفولين من جمعية إحياء التراث الإسلامي وهم الآن يعيشون مع أسرهم وذويهم، ولذلك تنقص منهم بعض الخدمات. لتوجيه خدمات مركزة ومتخصصة لهذه الفئة المستضعفة أقيم هذا المشروع من أجل أن يقدم لهذه الفئة خدمات متنوعة. وكما أن المشروع أقيم على مساحة أرضية مساحتها 5490 متر مربع، والمشروع في المرحلة الأولى يتكون من سكن للأيتام يتسع لعدد 200 يتيم، ومدرسة عدد 12 فصل، وكذلك مسجد بقسميه للرجال وللنساء. والمشروع
بإذن الله عز وجل سيكتمل بمرحلته الثانية والتي تضم أيضا مستشفى ومعهد مهني ومبنى إداري. وأقدم شكري وامتناني الخالص ودعائي لأصحاب الأيادي البيضاء وللنفوس السخية أهل البذل والعطاء والذين يقومون كريم عطائهم دون سخط أو من، والذين قدموا ومولوا هذا المشروع إخواننا إحياء التراث، جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت. رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي ألقى كلمة أعرب في مستهلها عن ارتياحه للمشاركة في حفل تدشين هذا المجمع الخيري التنموي. نجتمع اليوم وإياكم في افتتاح مجمع الخير التنموي لرعاية الأيتام، والذي بدأ الإعداد له والتخطيط له من عدة سنوات، تخللته مراحل عدة وصعوبات جمة انتهت ببناء هذا الصرح الذي ترونه أمامكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون منارة للعلم ومحضنا تربويا يحظى منتسبيه بالرعاية والاهتمام. السادة الحضور الكرام، إن من أسعد الأمور وأكثرها فرحا وغبطة هو أن يكون للإنسان لا سيما المسلم مساهمة فاعلة في الخير، إما في إيصاله أو رعايته أو إدارته أو تنميته، وهذا لا يتأتى إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا المركز لا يمكن أن يكون على أرض الواقع إلا بتضافر الجهود والتعاون المشترك من جميع الجهات المساهمة والداعمة، ابتداء من المحسنين في دولة الكويت، ثم وزارة الخارجية متمثلة في سفارة دولة الكويت في جيبوتي راعية ومشرفة، والحكومة الجيبوتية التي سهلت جميع الإجراءات لقيام هذا الصرح المبارك. فالشكر موصول للجميع، والفضل محفوظ، والأجر والثواب عند الرحمن. السادة الحضور الكرام، إن انتهاء من هذا المشروع يعد مرحلة مهمة ولكنها أولية، والأهم هو المراحل القادمة التي تتضمن التشغيل والرعاية والاهتمام بجميع الفئات المستهدفة من هذا المجمع، والتي تتطلب التعاون والاجتهاد والبذل والعطاء والتضحية، وقبل ذلك كله إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ودعائه بالتوفيق. بدوره أشاد رئيس الدبلوماسية الجيبوتية السيد محمود علي يوسف بالعلاقات الأخوية القائمة بين جيبوتي ودولة الكويت، مقدما الشكر والعرفان لجمعية إحياء التراث الإسلامي على هذه المبادرة الفريدة من نوعها. مناسبة طيبة أن نشارك في حفل افتتاح المرحلة الأولى لمجمع الخير التنموي. إن هذا المجمع المخصص لرعاية الأيتام، والذي سوف يوفر لهم جميع الخدمات من سكن وتعليم وتدريب ورعاية صحية، خير مثال لما أوصانا به ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه الإنسانية السمحة، وما تحقق ذلك إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود جبارة بذلته جمعية سنابل الخير، وبسخاء وكرم من قبل أهلنا في الكويت الذين أرسلوا إلينا الخيرة من أبنائهم ليدعموا هذا المشروع بمراحله المختلفة. أصحاب السعادة، الإخوة الكرام، إن جمهورية جيبوتي تسمن عاليا علاقاتها مع دولة الكويت الشقيقة، التي لا تألو جهدا إلا وقدمت كل نفيس وثمين للتآزر والتضامن مع شعب جيبوتي الأبي. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجمعية إحياء التراث الإسلامي ولدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، ولكل المحسنين الكويتيين الذين وضعوا نصب أعينهم أن العمل الخيري ورعاية الأطفال والأيتام بالأخص خير قربة يتقرب إليه العبد إلى الله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. أصحاب السعادة الإخوة الأعزاء، مبروك على هذا الإنجاز الكبير، وتهانينا وشكرنا لكل من ساهم في إنشاء هذا الصرح العظيم مجمع الخير التنموي، وشكرا على حسن استماعكم. وعقب الكلمات الرسمية قام معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد برفقة المشاركين بإزاحة الستارة على اللوحة التذكارية لهذا المشروع إذانا بافتتاح المشروع، ثم قطع الشريط وقام بجولة تفقدية حول مختلف مرافق الذي يتكون هذا الصرح التنموي. رعى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود برفقة وزيرة الشباب والثقافة الدكتورة هبو مؤمن عسوة حفل افتتاح الرسمي لمكتبة لوغوس هوب العائمة، وشهد الحفل ذو قيمة في ميناء جيبوتي مشاركة المدير العام لميناء جيبوتي السيد جامع إبراهيم نرار وأمين عام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات والضيوف الكرام. والتقى المسؤولون على متن العبارة مدير العبارة، ثم قاموا بجولة سريعة على متن العبارة، وعقب ذلك تابعوا عرضا تقديميا حول مهام باخرة لوغوس هوب. وألقى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني كلمة أشاد فيها بدور الذي تلعبه الباخرة في تعزيز التعليم والثقافة في عموم العالم. وفي شأن محلي آخر، نظمت وزارة شؤون المرأة والأسرة صباح اليوم في فندق الشيراتون حفل إطلاق مشروع دعم سمود النساء ومجتمعاتهن في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بتمويل من صندوق التنمية الاجتماعي الياباني الذي يديره البنك الدولي. والهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تعزيز سمود النساء والمجتمعات في جيبوتي في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، وذلك في إطار الأسبوع الوطني أو في إطار الاحتفالات الوطنية للمرأة الجيبوتية. وشهد حفل مشاركة السفير الياباني في جيبوتي ومثل البنك الدولي. وخلال هذا الحدث تم تقديم عرضين يتعلق بالمشروع الذي تم تنفيذه في جيبوتي. وفي خطاب أعرب ممثل البنك الدولي بالنيابة سيد ريك عن خالص التهنئة لحكومة جيبوتي على اطلاق هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى دعم سمود النساء في وجه العنف القائم على النوع الاجتماعي. السفير الياباني في جيبوتي ألقى هو الآخر كلمة أعرب عن ارتياحه للمشاركة في هذا الحدث المهم في إطار الأسبوع الوطني للمرأة. Grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du projet d'appui. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم إطلاق رسمياً مشروع دعم سمود النساء ومجتمعاتهن في مواجهة العنف القائم. أود أولاً أن أثني حكومة جيبوتي لجهودها الدؤوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بواقع شؤون المرأة وتمكين المرأة الجيبوتية في شتى المجالات. وتعد مسألة مساواة بين الجنسين من أولويات الحكومة اليابانية، حيث تم خلال أعمال الجمعية العالمية للمرأة في طوكيو في 3 ديسمبر من العام المنصرم، تم خلالها التطرق حول عدة مواضيع الخاصة بالمرأة، وذلك ضمن مبادرة التي تم وضعها منذ عام 2014 من قبل الحكومة اليابانية من أجل تعزيز وترقية المساواة بين الجنس وتمكين النسوة. كما يسعدني أن أساهم في جهود جمهورية جيبوتي لتمكين المرأة، وأؤكد رغبة اليابان في مواصلة دعم التنمية المستدامة في جيبوتي. وزيرة شؤون المرأة والأسرة السيدة منى عثمان آدم
قدمت شكرها والعرفانها للحكومة اليابانية على دعمها للجهود الحكومة المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة في جيبوتي. Très heureuse d'être aujourd'hui ici pour lancer officiellement ce projet d'appui. إنني سعيدة للمشاركة في حفل إطلاق مشروع الدعم صمود النسوة ومجتمعاتهن في مكافحة العنف القائم، وإن هذا المشروع يعد ثمارا شراكة عميقة القائمة بين جيبوتي واليابان وبدعم فني من البنك الدولي. العنف القائم هو مشكلة عالمية تؤثر على جميع المجتمعات بغض النظر عن مستوى تنميتها في جيبوتي، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى. غالبا ما تكون النساء أول ضحايا هذا النوع من العنف، مما يؤثر على صحتهن ورفاهيتهن واستقلالهن ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والسياسية. يهدف المشروع الذي نطلقه اليوم إلى تعزيز الصمود النسائي والمجتمعات في مواجهة العنف القائم. سيكمل هذا المشروع الإجراءات المستمرة التي تستهدف جوانب وأشكال العنف التي لم يتم تناولها من قبل الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية. وأنتجز هذه السانحة لأقدم الشكر والتقدير لجميع الذين ساهموا في تحقيق هذا المشروع، مثل حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكل من ساهم من بعيد وقريب. وفي ختام كلمتي أود أن أؤكد التزام حكومة جمهورية جيبوتي عن استعدادها للقضاء على العنف القائم وتعزيز المساواة بين الجنسين حقوق النساء والفتيات. وفي شأن الرياضي، برعاية وزارة الرياضة انطلقت صباح اليوم الخميس النسخة الثالثة لبطولة شرق إفريقيا لتنس الطاولة، والتي تستمر في الفترة ما بين 9 حتى 12 من شهر مارس الجاري. وسيشارك في هذه البطولة أفضل لاعبي تنس الطاولة من دول شرق إفريقيا، وهي جزر القمر وإثيوبيا وإريتريا وكينيا ومدغشقر وموزوريتش وشيشيل والصومال والسودان وجنوب السودان وأخيرا تنزانيا. وجرت هذه المناسبة بحضور وزير الرياضة ووزير التجارة والسياحة وقائد خفر السواحل الجيبوتي العقيد وعيس عمر أبو قرة، ورئيسة اللجنة الأولمبية الجيبوتية السيدة عاشا قرات، والأمين العام لوزارة الدولة الرياضة السيدة خديجة إبراهيم، ومدير إدارة الرياضة السيد أبشر حسن، بالإضافة إلى ممثلين لمختلف اللجان المسؤولة عن تنظيم الحدث. انطلقت المسابقات الأولى لتنس الطاولة البطولة الإقليمية لشرق إفريقيا والتي احتضنتها جيبوتي هذا العام. أمين الدولة المكلف بالرياض السيد حسن محمد كامل ألقى كلمة ضافية رحب في مستهلها بالدول المشاركة في النسخة الثالثة لبطولة تنس الطاولة لشرق إفريقيا، وقدم شكره وعرفانه للجهات المنظمة لهذا الحدث على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذه البطولة، وأشار إلى أن هذه البطولة تهدف إلى تعزيز الرياضة الوطنية في مجال تنس الطاولة بهدف اكتشاف المواهب الشابة، ونرجو أن يحقق لاعبو جيبوتي إنجازات رائعة. احتضن مركز طريال للحضانة حفل تسليم وتسلم هبة مكونة من ملتزمات و
دراجات هوائية وكرات لصالح الأيتام التي يأوي المركز. وجرت هذه المناسبة بحضور السفير الصيني في جيبوتي. وفي كلمة له ألقى السفير الصيني في جيبوتي كلمة أعرب عن ارتياحه للمشاركة في هذا الحدث. إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أشارك في هذه المناسبة القيمة والتي تعكس مرة أخرى العلاقات المتينة التي تربط بين جيبوتي والصين الشعبية. وأود بداية أن أشيد بالدور الرائد الذي يطلع به الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية لحماية الطفولة من خلال هذه الحضانة التي تعنى برعاية الأطفال مجهول الهوية. وأخص بالشكر مديرة هذه المؤسسة وأقرب معاونيها على الجهود الحثيثة التي يبذلونها في هذا السياق. يسرني في هذا اليوم أن أكون معكم في حضانة دريال والتي تستقبل وتؤوي الأطفال الرضع ولا سيما مجهولي الهوية منذ سنوات عديدة، وذلك تحت الرعاية الكريمة للسيدة الأولى السيدة خضرة محمود حيض، والتي أتقدم إليها بخالص الشكر والعرفان على بالغ اهتمامها بهذه الحضانة. وأود كذلك أن أشكر الشركة الصينية التي قدمت هذه الهبة والتي من شأنها أن تدعم جهود الحضانة، وأقول لمسؤولي الشركة شكرا جزيلا باسم نسوة جيبوتي وباسم الحضانة. وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوفة إسماعيل عبدو عبرت في كلمة لها عن سعادتها لاستلام هذه الهبة القيمة من الجانب الصيني المخصص لحضانة الدريال. Pour nous, la République de Djibouti, la population de Djibouti, mais également et précisément pour la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, marraine de cette pouponnière d'Ariel, un honneur et un plaisir. إننا سعداء للغاية في هذا اليوم للاستلام هبة قيمة من الجانب الجيبوتي مخصصة لحضانة دريال والتي تتولى تقديم الرعاية للأطفال الصغر، وهي آدة مهمة تعكس قيمة التضامن الوطني لجمهورية جيبوتي. وكما هو معلوم فإن التضامن الوطني أولوية وطنية لرئيس الجمهورية الحاج إسماعيل عمر جلي، حيث أطلق المبادرة الوطنية لتنمية الاجتماع والتضامن للنهوض بعملية التنموية في البلاد. وكما سبق وأشار سعادة السفير الصيني فإن التضامن قيمة مشتركة للشعبين الجيبوتي والصيني، وهذه المبادرة تشهد على العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشكر شركة فارشين الصينية على تقديم هذه الهبة، وإن التضامن الوطني يستلزم شراكة ناجحة وتحظى بالاهتمام للمضي قدما في مسيرة تنمية الاقتصادية والاجتماعية، من شأنها أن تعزز أداء حضانة دريال وتمكينها من القيام بمهامها على وجه الأكمل. وفي شأن عسكري، رعى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم صباح اليوم الخميس في إقليم الدخل فعاليات اختتام دورة تدريبية حول الإرسال والاتصالات المعروفة باسم عكر. وجرت هذه المناسبة بحضور رئيس هيئة الأركان الدفاع ومدير عام الشرطة الوطنية، بالإضافة إلى ضباط كبار من المؤسسة العسكرية وسلطات المنطقة.
عقب وصول رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية ولفد المرافق له، قام قائد كتيبة الإرسال بتقديم عرض تقديمي حول تمرين عكار الذي استمر لمدة 5 أيام، وشهد مشاركة أكثر من 100 من أفراد القوات المسلحة الوطنية وعناصر الخفر السواحل الجيبوتي. وفي ختام العرض، قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية برفقة المشاركين بزيارة إلى مقرات ورش العمل المختلفة للإرسال والاتصالات، ما في ذلك متحف مؤقت يضم أجهزة الراديو وهواتف يعود تاريخها إلى إنشاء الجيش الوطني. وخصصت ورشة عمل أخرى بشكل أساسي لتشغيل وصيانة معدات الاتصالات الهاتفية والراديو. وكان الهدف الرئيسي من هذه المناورة لاختبار الجديد والتقديم المعدات وتقييم الآليات التي تمتلكها كتيبة الاتصالات بهدف الحفاظ على قابلية تشغيل البنى والمعدات ورسم الخرائط في منطقة دخل. إفكا إنتا نكونو لغي وانكو إلى نينا كوغور قبونا كو أمانا نينا إفكا إنتا نكونو لغي وانكو إلى نينا ولكن يجب ان يكون
بارتون وقد حساري قم انا هيتير لير كذا انا هي عديقة حدمت انا هي عرلقو قم انا هيتير لير كذا انا هي عديقة حدمت انا هي Oloyo dabana hay onkodiyo olbana hay adillaga baqana hay seflaba aflana hay gesi amina na hay indihi dalkana hay Kodiyo ulbana hay adin laga baqana hay seflaba aflana hay gesi amina na hay indihi dalkana hay Yo maspano edat ku imakaro abur yo maspano edat ku imakaro abba hadal kenyo wa aniga it رئيس هيئه الاركان العامه للقوات المسلحه الوطنيه الفريق الركني زكريا شيخ إبراهيم ألقى كلمة استعرض في مستهلها أهداف الدورة التدريبية حول الإرسال والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية. مرحبا الدولة ده وكمل حياي رقمدا بريفريق الريجون دخل أولاً أحيي ممثل الحكومة وعلى رأسهم والي إغليم دخل ومساعديه وضباط كبار من المؤسسات العسكرية وعناصر القوات المسلحة والضيوف الكرام. أود أن أوجه إليكم كلمة موجزة، إن الهدف من زيارتنا هو الإطلاع عن كثب على معدات الإرسال والاتصالات العسكرية عامة وخاصة لدى العناصر الذين أكملوا دراستهم وتدريباتهم لمدة 3 سنوات والذين أظهروا كفاءة عالية وقد أبدوا على أرض الواقع كل ما نالوا من التعليمات والتدريبات سواء أكان حول الهاتف أم الراديو ومعدات الإرسال وما شابه ذلك. فقد لاحظنا عمليات رائعة، وهذا شاهد على أن عملية التدريب والتعليمات تحققت على الشكل المخطوط لها، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل وخاصة سلطات الحكومة الذين أتوا هنا اليوم مبكرا للمشاركة في هذا الحدث. وأحث كتيبة الإرسال والضباط والضباط الصف وكافة أفراد القوات المسلحة، كلنا ننتمي إلى المؤسسة العسكرية، وأحثكم جميعا أن تؤدوا مهامكم بإتقان وأن تمضوا قدما، لأن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا. وفي ختام الحفلة تم تبادل الهدايا التذكارية وتنشيط هذه المناسبة. الدنيا دم انتري ودوب كودي باتو الدنيا دم انتري ودوب كودي باتو هذا نار مجري
صباح اليوم مناسبة مكرسة لإبرام اتفاقية شراكة بين شركة خدمات الدفع الإلكتروني عبر الجوال ديموني التابع لجيبوتي تيليكوم والهلال الأحمر الجيبوتي. وتأتي خطوة هذه الاتفاقية في إطار المساعي الحثيثة لشركة جيبوتي تيليكوم لمواكبة ركب الحداثة والتطور في مجال التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات. وتعد الاتفاقية هذه بين الجانبين جزءا من الهدف العام المتمثل في تقديم عرض ديموني بدفع وتعزيز النظام الدفع الإلكتروني في جيبوتي. مدير عام جيبوتي تيليكوم بالإنابة ألقى كلمة أشاد بهذه الاتفاقية بين الجانبين، موضحا أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز الشراكة القائمة بين شركة ديموني والهلال الأحمر الجيبوتي في مجال الدفع الإلكتروني. دوليا تسعى ساحل عاجة إلى تقليل اعتمادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا من البروتينيات الحيوانية والأسماك. ولتحقيق ذلك تبنت الدولة سياسة وطنية لتنمية الثروة الحيوانية والأسماك، وهي سياسة تتطلب تنفيذها تعبئة 1000 مليار فرنك إفريقي
وتعتمد كوديفوار منذ فترة طويلة على الخارج لتزويدها بالبروتين الحيواني، وتضاعف المبادرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد الحيوانية والسمكية. وللقيام بهذه تبنت دولة ساحل العاج استراتيجية واضحة. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.